ما زلنا وإياكم مشاهدينا إن شاء الله، والآن نستقبل تعازيكم وعبر الاتصالات والتي طبعا تكون على الأرقام للاتصال المباشر في برنامج صباحي كربلاء، وأيضا طبعا نستقبل كل ما يتم يعني طرحه من أفكار حول نصرة المولى سيد الشهداء وأيضا التعازي بهذا المصاب الجلل. يعني ليلى، أنا نرجع طبعا إلى حديث أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، ونقرأ أنه التعازي بين المؤمنين كم لها من الأجر والثواب بمصاب المولى سيد الشهداء عليه السلام. حينما يعني أستذكر أنه حديث الإمام الرضا عليه السلام أنه يوم الحسين أقرح جفوننا، ويعني إلى نهاية طبعا الحديث المبارك، إذن هناك أجر عظيم لمن يعني يعني تعاظم بالأجر مع أخيه المؤمن، وإشاعة إشاعة لذكرى للحزن أيضا والحداد. ويمكن هذا الأمر يعني إحنا عشناه كمؤمنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، فيما بيننا، يمكن اللي ما يتمكن من حضور مجلس معين أو المشاركة طبعا بالشعائر الحسينية، أقل ما يكون أنه بالجروبات أو قد يكون على الخاص بعث من يعني رسائل التعازي تعظيما، نعم، لهذا المصاب، نعم، الجلل، حتى أنه تعرف القضية يعني إلى أكثر من جهة أو أكثر من مكان، وكذلك تنتشر عالميا. مع انتشارها عالميا نريد أن تخلد هذه الذكرى، ولسنا نحن من نخلدها صراحة، الله أكيد سبحانه وتعالى أكيد من سمائه خلد هذه القضية الحسينية. ولكن السيدة زهراء سلام الله تعالى عليها حينما هون عليها النبي صلى الله عليه وآله وقائلا لها أنه هناك من شيعتك من سيبكي على الحسين سلام الله تعالى عليه، من سيندب الإمام سلام الله عليه، فهنا خف على الزهراء حزنها سلام الله تعالى عليها حينما أخبرت، نعم، بقتل ولدها سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. نعم. إذن هنا نحن الآن أمام مسؤولية عظيمة وأمام رسالة لابد أنه نحافظ عليها، أمانة لابد أن نوصلها لكل العالم وللأجيال القادمة أكيد، وأن نجسد طبعا كل ما جاء به المولى سيد الشهداء عليه السلام. نستقبل أولى الاتصالات من محافظتنا العزيزة محافظة الموصل من الأخ أبو هاني، عظم الله أجورنا وأجوركم. السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد أبا عبد الله وأصحابه سلام الله تعالى عليه. معزي صاحب العصر والزمان، معزي المراجعين العظام باستشهاد أبا عبد الله عليه السلام. سلام الله تعالى عليه. كيف عشتم طبعا أجواء يوم العاشر من محرم؟ أجواء روحانية، أجواء ما يعني الحمد لله، نحن متابعين دائما الركض والطويرج، بس الركض والطويرج أجيد من كل المناسبة. نعم أحسنتم. هل هناك بعض من الطقوس أو الممارسات، يعني احنا نشاهد يمكن مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ميسان في محافظة المثنى بعض من يعني أنه التجمعات الغفيرة للمؤمنين في محافظة الموصل، أنه أجواء العاشر من محرم، أجواء عاشر ما شاء الله، أجواء درء روحانية، أجواء تعزية، ما يعني هذا السنة ما مثلها كل سنة، الحمد يعني لله، الحمد لله دائما وابدا ان شاء الله. الله يستر عليكم على هذه القناه المباركه ان شاء الله. الله يحفظكم، الله خدمتكم ان شاء الله. زورونا يمكم العبا عبد الله زياره خاصه، اي والله بلد ان شاء الله. طبعا اكيد نحن وجميع المؤمنين اللي يشرفون بخدمه المولى سيد الشهداء عليه السلام، يعني نكون بالزياره بالانابه عنكم وعن كل طبعا المؤمنين اللي طبعا ما توفقوا لزياره الركضة الطويريج. يعني مثل ما ذكرت اخونا ابو هاني انه ما شاء الله عام عن عام انه نشوف يمكن انه نسبه المؤمنين يزدادوا، تجدد طبعا انه الاجيال، بعض من الشباب الموجودين انه في هذا العام ما كانوا موجودين في العام السابق، او بعض من الاشخاص توفاهم الله سبحانه وتعالى. رؤيتكم نعم تفضلوا. بس هالسنه تنسيق احسن من كل سنين ما شاء الله، تنسيق والركض الطويريج والزيارات كلها يعني منسقه الحمد لله، يعني نشوف يعني ما شاء الله من اولها الى اخرها الى ما اخر نفس خلص الركض الطويريج كلها نباوة، يعني ما شاء الله. شاركتم في الركض من كل سنين، شاركتم في ركض الطويريج اخ ابو هاني؟ زرتم سيد الشهداء؟ إيه نعم. هنيئا لكم ان شاء الله من المعزين دائما والله. لا مشاركين الحمد لله قبل هذا، بس الحمد لله هالسنه بس ما
ما وصلنا الحمد لله، الله كريم ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله بما انه نيتكم الزياره فان شاء الله قبول. نعوف كلها بس هذا ركض صغير يجوا زياره العاشر ما نعوفه ان شاء الله. ان شاء الله المشاي ايام المشاي بالاربعين هم ماشيين الحمد لله ما نعوف ان شاء الله الى مدى الحياه. الحمد لله ان شاء الله دائما وابدا في عمرنا طيبين ان شاء الله ما ننسى هذا الذكر. ابا عبد الله هو ضحى اهله اولاده كلها لأجل إثبات هذا الدين الإسلامي. أحسنتم، هنيئا لكم هذه الخدمة والزيارة، نسأل الله قبول أعمالكم. الله شكرا جزيلا لكم أخ أبو هاني من الموصل، تحياتنا لكم، جزاكم الله خير. روح ولا أي ليلى، يعني هذا دليل على وحدة العراق من شمال إلى جنوب بمحافظات الوسط، الكل يخدم، وهذا ما شاهد أيضا الأشخاص الأجانب أو العرب اللي وفدوا إلى محافظة كربلاء بالذات، اللي تقريبا صارهم 3 أيام بمحافظة كربلاء استعدادا إلى رقدة الطواريج والمشاركة في مراسيم يوم العاشر. خدمة هؤلاء الزائرين طبعا أنهم مو فقط من أهالي كربلاء، وإنما من يعني مثل ما سمعنا الأخ أبو هاني أنه في كل عام يشارك في مراسم العاشر من أولاد الجنوب من كل طبعا المحافظات العراقية. فباسم الإمام الحسين عليه السلام هي أنه وحدة الكلمة في صفوف الشعب العراقي. أحسنتي. أيضا هاوند أود يعني ريثما إن شاء الله نستقبل اتصالات مشاهدينا. هناك موضوع جدا مهم وهو أن نحذر اليوم من إعانة الظالم من غير أن نعلم، لابد أنه نحترس من أن نكون ظالمين والعياذ بالله من غير أن نعلم. من يعين الظالم ولو بمداد قلم له ما له من العقوبة التي قد لا سمح الله قد تشمل هذا الظالم. فلذلك لابد اليوم احنا لنصرة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، لابد ان نكون حذرين في افعالنا في داخل بيتنا في مجتمعنا اين ما نكون ونتواجد، لابد ان نكون حذرين من ان لا نكون ظالمين، وبالتالي نحن قد نحزن على الامام الحسين، قد نكون بجواره، قد نبكي عليه، لكن نحن لا سمح الله ظالمين، لا سمح الله احسنتم نكون يعني من الظالمين او من الجيش المعادي له سلام الله عليه. نعم نستقبل الأخ عباس من الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى التسعة المعصومين لذرية الحسين، والسلام على سيدي وولاي أبي الفضل العباس قطيع الكفين. عظم الله لكم الأجر والعزاء، وعظم الله الأجر والعزاء لشيعة أمير المؤمنين ولا آل محمد ولا محمد وآل محمد باستشهاد سيدي ولاي أبا عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه. أهلا ومرحبا بكم أخ عباس. إذن يعني أكيد الأجواء اللي عشتوها في محافظة بابل وإلى زحفا إلى كربلاء المقدسة، كيف كانت مشاركتكم؟ ما هي البادرة التي بادرتموها في هذا في يوم أمس؟ أنا أتكلم عن منطقة الإسكندرية. اولا هي مواقف حسينيه ومجالس عزاء بمناسبه استشهاد الامام الحسين عليه السلام، وبعد مجالس العزاء توجهت الناس الى كربلاء لاحياء زياره الامام الحسين وركض الطواريج، ومجالس العزاء تخللها مواقف حسينيه ومحاضرات وتوزيع الطعام والشراب من قبل الصغار والكبار، ظاهرة جيدة. أصل هذا العام أنا شاهدته أنه مواكب الصغار، الصغار هي التي توزع الطعام، الصغار التي تقيم المواكب. ولكن احنا نقول يعني سيد الشهداء عليه افضل الصلاة والسلام أعطى الله كل ما يملك وأعطاه الله كل ما يملك، فالإمام الحسين عبره وعبره. علينا أن نستفيد من الإمام الحسين بأن نكون عمل في الواقع وليس فقط بكاء على الإمام الحسين، أن نكون الناس مؤثرين إيجابيين بالمجتمع، أن نصلح أحوالنا، أن نصلح أبنائنا، أن نصلح أنفسنا، أن نسير على طريق الإمام الحسين نحو الإصلاح، نحو بناء مجتمع إسلامي، أن نعلم أبنائنا القرآن، أن نقف وقفة إسلامية دينية حقيقية ضد الهجمات العالمية وضد هذه الهجمات التي تريد تشويه الإسلام والقضاء على الإسلام. أحسنتم أخونا عباس. الحسين مدرسة، مدرسة علينا أن نستفاد من هذه المدرسة. أحسنتم، يعني صراحة الدعوات والأمنيات اللي تمنيتوها أنه يكون بها صورة
فطره انه الانسان موالي، هي لسان حال كل انسان طبعا انه يحب يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب المولى سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام. ذكرت من طيات حديثك انه مساله الاصلاح، نصلح انفسنا، نصلح اولادنا، نشارك في اصلاح المجتمع، واعتقد انه هذا هو الهدف الاساسي الذي نهض من اجله المولى سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام. اخونا عباس ذكرت مساله كلش مهمه، انه بهذا العام شاهدت انه مشاركه الاطفال بصوره ملحوظه جدا، واحنا نشاهده يمكن كل عام انه مشاركه الاطفال سواء كان يعني بمساله انه التشابيه او ركضه طويريج او ايضا انه مسيره الأربعين. فلذلك يعني احنا دائما نسمع حتى من خطباء المنابر يقولون انه ذكر الامام الحسين عليه السلام يتجدد في كل عام، نشاهد امور قد انه مو موجوده في العام السابق، وهذا دليل على توفيق هؤلاء المحبين والموالين لخدمه المولى سيد الشهداء عليه السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للإمام الحسين: اعلم يا بني الحسين إن لك شيعة سيقيمون لك عزاء أبد الدهر. فقضية الإمام الحسين هي قضية ربانية، قضية من الله، قضية تتجدد عبر الأجيال، تعرضت للطمس، تعرضت للهدم، تعرضت لقطع الأيدي والألسن، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك هذه الشعيرة. والحسين كما قلت أعطى الله كل شيء، أعطى الله كل ما يملك فأعطاه الله كل شيء. سيبقى الإمام الحسين منار الأحرار، وسيبقى الإمام الحسين مرب الأجيال، وسيبقى الإمام الحسين الملهم لبناء المجتمع الإسلامي الصالح إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لهذه الروح الولائية، وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. أحسنت أخونا عباس، وشكرا لهذه الروح الولائية التي تتغنى بحب المولى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا أنه ليلى الأخ عباس صراحة استشعرت أنه بحرقة قلب يدعو بأن يكون هو النموذج الأمثل لمحبي آل البيت عليهم السلام. وهذا يحملنا مسؤولية أنه أنا إذا كنت محب وأشارك في العزاء وأخدم الإمام الحسين عليه السلام أكون مصداق حقيقي للإنسان الخلوق الموالي المحب اللي ينشد بالسلام بكل المجتمع. أحسنتي نهاوند، يعني هذه المحبة وهذه المشاعر ذكرتني بأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، اللي واحدهم يقول أنه لو كنت أعلم شيء أعز من روحي أفديه لك يا سيد الشهداء لفعلت، وآخر يقول لو أني أعلم شيء يدرع عنك هذا الخطر وهذا الموت أو هذه القتلة لفعلت. يعني يريدون أن يفتوا حتى أعز من الروح، لكن هي الروح أعز ما يملك الإنسان، فأهدوها للإمام الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا ولو قليلا من هذا اليقين ومن هذه المعرفة لقدر سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، اللي وجدت في قلوب الأصحاب واللي أعطوا يعني أعز ما يملكون، الذي هو يقف للصلاة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، وهذا يتقي السهم بجسده ليدافع عن الإمام الحسين أو بكفه أو حتى بجبهته أصابه السهم حتى أنه لا يصل لسيد الشهداء سلام الله تعالى. نعم أعتقد أنه لدينا اتصال. نعم ويانا أحد الأخوة. نعم نعم انقطع الاتصال. أحب أنه أنوه مشاهدين الأكارم، يمكن ليلة أمسية ذروة فاجعة المولى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين يوم العاشر من محرم، ذكرى تجدد أحزان آل المصطفى بشهادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. يمكن أنه البعض يقول أنه قد يكون فلان من الناس الله سبحانه وتعالى رزق بالدمعة وبالمشاركة بالعزاء وكذا وكذا من الأمور، والبعض قد يكون لديه برود نوعا ما، ما هذا السبب؟ السبب هو توفيق الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يوفق الله عز وجل هذا الإنسان ولم يوفق ذلك؟ لأن هذا الإنسان هو يسعى، هو الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. لدينا طبعا اتصال من الأخت أم علي محافظة ميسان. سلام عليكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم يا أم علي. عليكم السلام عيني. نعزي أنفسنا وأنفسكم باستشهاد سيد الأحرار سلام أبي عبد الله الحسين. وأريد أقول أني يعني أن الحسين هو عبرة وعبرة. نعم. عبرة من عند يعني الأصول والاحترام والتقوى، وعبرة يعني مستعدي إلى طول الزمن، فيبقى يعني بكاءنا إلى يوم القيامة إلى أن يظهر الإمام الشهداء ويأخذ بسائرهم.
سلام الله. سلام الله تعالى عليه. أم علي، كيف كانت أجواء إحياء يوم محرم ويوم عاشوراء بالذات في مدينة ميسان، وكيف أتيتم للعزاء؟ هل كانت هناك يعني مشاركات مثلا كبيرة من محافظة ميسان؟ كيف كانت أنه نعم؟ نعم حبيبتي، من مشاركة كلش كبيرة، يعني حتى الرغبة مال طويريت تقريبا تشبه الرغبة بكربلاء. يعني نعم. الناس يعني مستمتعين في حب الحسين أهل العمارة. نعم أحسنتم، شاهدناها يمكن بمواقع التواصل الاجتماعي أختنا أم علي، ما شاء الله في محافظة ميسان تجمع غفير جدا للمؤمنين، بدأوا بالانطلاق طبعا من منطقة وانتهوا بمنطقة معينة، يعني هذه الممارسة وهذه المسيرة المليونية إن صح التعبير، هل أنه في كل عام يعني تقام أم هذا العام الأول؟ لا بلي، كل عام ينطلقون من المنطقة من منطقة النفط إلى منطقة حي الحسين وتقام رواتيم وتوزيع وكل شيء. طيب من الذي يتولى تنظيم هذه المسيرة؟ لأن ما شاء الله تنظيم جدا موفق طبعا. الأهالي وأصحاب المواكب الحسينية، كلها الأهالي، ماكو أي جهة ثانية، هي يعني فقط الأهالي يقومون بالتوزيع ويقومون بتنظيم المظاهرة المسيرة. نعم، يعني أجواء روحانية عبارك. اللي لفت انتباهنا أختنا معالي طبعا بهذه المسيرة في محافظة ميسان ليلة أمس، أنه بهذه الجموع الغفيرة الكل يردد قصيدة واحدة، يعني يمكن احنا اللي المتعارف اذا كان جموع جدا كبيره يمكن هتافات متعدده او قصائد متعدده حبا للامام الحسين عليه السلام، لكن اللي لفت انتباهنا بهذا العدد الكبير الكل يردد وينشد الامام الحسين بقصيده واحده وبصوت واحد. نعم نعم، ترديد لبيك يا حسين لبيك يا حسين، يعني هم يعني الناس يعني متأهبة يعني لاستقبال صاحب الزمان، يعني مستنيكين، هم مستنيكين يعني نعم. يرجون إشارة، يعني إشارة وحدة. طيب للإمام الحجة. أم علي، مشاركتك الخاصة في العزاء بالنسبة لي أم علي المعزية الموالية اللي جاية من ميسان؟ والله أني السنة ما توفقت، أنا كل سنة أروح وعندي بيت في كربلاء أخدم، بس السنة شوية كنت مريضة يعني. أي والله صحة وسلامة إن شاء الله، ربك العافية، بس النية في القلب يعني أنا أكيد. هذه حرقتكم على الزيارة وأنه ألمكم أنه ما قدرتوا تجون، هو هذا أيضا تؤجرون وتثابون عليه يا أم علي. طبعا يعني هو الحسين بلسم لقلوبنا، بدون الحسين لا حياة. أحسنتم، شكرا جزيلا لاتصالكم أختنا معالي ومأجورين، وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق في خدمة المولى سيد الشهداء علي عبد الله الحسين. الله يوفقكم إن شاء الله لكل خير. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. طبعا ليلى، يعني صراحة أنه رسالة لأخت معالي قبل أن نختم، وأيضا لكل المؤمنين اللي يمكن أكو فد حرقة بقلبهم، أنا ليش ما توفقت، ليش ما أجيت، خصوصا في العاشر المحرم. يعني يكفي أنه النية بالأعمال. دائما نسمع ويعني نسمع دائما أيضا من علمائنا أنه يكفي الاعتلاء سطح الدار والتوجه إلى يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام وترديد 3 مرات أنه صلى الله عليك يا أبا عبد الله. نعم. فيشعر الإنسان أنه إن شاء الله سنتم. يعني نعم. هي كلمة ما توفقت أنه ليه يقولون ما توفقت، بالعكس هي مجرد أنه أني أحاول في قلبي أنا أعزي سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، أو أني يعني حتى وإن كان من بعيد زرت الإمام، وزعت في مكاني في منطقتي في بيتي، علمت أطفالي على حب الإمام الحسين. نعم. رحت حتى لو أنه للجيران عزاء قريب. نعم. أي مكان فقد يكون هذا هو هذه توفيق تعزية. هذا نعم. توفيق هو. نعم. يمكن كل شخص توفيقه يعني يختلف عن الآخر. نعم. فإحنا لنقول إحنا ما موفقين، لا إن شاء الله موفقين. إن شاء الله نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. نعم.